في شمال غرب مصر وتحديداً في الإسكندرية تقع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة. موقع عبقري يجعل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية سيرتا تبعد 60 كيلومتر فقط عن جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. موقع فريد يجعلها تتوسط 3 طرق رئيسية هي الإسكندرية القاهرة الصحراوي والإسكندرية القاهرة الزراعي والطريق الساحلي. موقع متميز ييسر التعاون بين سرطة وبين ما يحيط بها من جامعات وأكاديميات مثل الجامعة المصرية اليابانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العالمين الأهلية، جامعة دمنهور، جامعة مطروح. موقع حيوي يجعلها قريبة من العناصر اللوجستية في المجتمع السكندري مثل مطار برج العرب الدولي، استاد برج العرب، استاد الماكس، استاد الإسكندرية، ميناء الإسكندرية البحري. موقع نابض بالمعرفة يتوسط 4 مناطق صناعية بمدينة برج العرب الجديدة تمثل في مجملها نحو 40% من حجم الصناعات المصرية على اختلاف أنواعها، والتي تتنوع ما بين الصناعات الدوائية والكيميائية والأعلاف والدهانات وغيرها. تأسست مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عام 1993 بهدف تنمية وتطوير التكنولوجيات الحديثة وتطبيق الأساليب العلمية المتطورة في كافة مجالات الإنتاج والخدمات، وكذلك تحديد أهم مشكلات التنمية واقتراح الحلول المناسبة لها. تضمن قرار تأسيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إنشاء 12 معهداً ومركزاً بحثياً يعمل منهم حتى الآن 7 معاهد ومراكز بحثية. إن البحث العلمي يعد خياراً استراتيجياً ويأتي في القلب من معركة الإصلاح والتحديث الشامل التي نخوضها. هذا النشاط الذي نراه في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين وتمكين الشباب وربط البحث العلمي بخطة الدولة للتنمية ودعم المشروعات القومية الكبرى وبدء جني ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والدواء، مما يدعونا للثقة بالنفس والفخر والتفاؤل بالمستقبل، مستندين في ذلك إلى رؤيتنا الواضحة للتنمية 2030. لا شك أن رؤية مصر 2030 والتي تعتمد على مجموعة محاور قد أعطت نصيباً وافراً لمحور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والذي يهدف لتحقيق بناء مجتمع معرفي مبدع ومبتكر منتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة. انطلاقاً من الإيمان بأن النهضة الحقيقية لن تتحقق إلا بالعلم، وإن البداية لابد أن تكون بالتعليم من خلال تطوير نظم التعليم وبرامجه وآليات العمل به ليواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030. وبناء عليه تعمل معاهد المدينة البحثية ومراكزها التكنولوجية وفقاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث تقوم المدينة بتفعيل محاور مساريها الأول والثاني، إذ نجد أن المسار الأول من الاستراتيجية ينقسم لمحورين وهما 1. محور دعم وتنمية الموارد البشرية، 2. محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية. وفي المسار الثاني من الاستراتيجية يتم العمل بين المعاهد البحثية والمراكز العلمية التكنولوجية بمدينة الأبحاث العلمية لتحقيق أهداف المشروعات البحثية والوصول بالمخرجات الناتجة عنها إلى أقصى عائد اقتصادي ومجتمعي ممكن، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل في 7 محاور هي المحاور التالية: محور الزراعة والغذاء، محور الصحة والسكان، محور المياه، محور البيئة وحماية الموارد الطبيعية،
محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محور الطاقة، محور الصناعات الاستراتيجية والتطبيقات التكنولوجية. ولنبدأ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، باعتباره أحد أكبر المعاهد بالمدينة، لما يضم من قوى بشرية مميزة من السادة أعضاء هيئة البحوث. يهدف المعهد إلى معالجة قضايا طبية وصناعية وبيئية من خلال تطبيقات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى بناء الخبرات وتزويد المؤسسات المختلفة بالخبرات والمستحضرات البيوتكنولوجية وإنتاج وتسويق المواد التي تلزم في صناعة المستحضرات الدوائية والبيطرية والصناعات الأخرى. معهد المعلوماتية. يهدف المعهد لتقييم الاستشارات الفنية والقيام بمشروعات التطوير لجهات إنتاج البرمجيات ووضع برامج للتدريب على المستوى الإقليمي وعمل دورات تدريبية على مستوى عالي متميز. معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة. يستهدف المعهد دعم مجال علوم تكنولوجيا المواد المتقدمة وتطوير وسائل التصنيع والإنتاج والارتقاء بطرق استخدام المواد الجديدة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى إنتاج مواد نانونية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج وتخزين الطاقة من المواد المتجددة، وأيضاً تحضير وتطوير البوليمرات الطبيعية والمصنعة. معهد بحوث الأراضي القاحلة. يعد المعهد بمثابة مركز تميز في بحوث وتطوير الزراعة المصرية، خاصة في الأراضي الجديدة، ويعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الإنتاجية الزراعية، حيث يتجه العمل في المعهد نحو البحث والتطوير وتعظيم الاستفادة من التربة المصرية وطرق الري الحديثة والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني. جزء هام ومكمل لمعهد الأراضي القاحلة هو المزرعة التجريبية. تبلغ مساحة المزرعة ما يقارب من 28 فدان بمدينة برج العرب، حيث تم زراعة فدادين منها في تجارب بحثية مختلفة مثل نبات الجتروفا والتين الشوكي وغيرها. معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية، ويطمح إلى أن يساهم في التحول العالمي للاقتصاد الأخضر من خلال العمل على معالجة المشكلات البيئية العاجلة والتحديات غير المتوقعة للمشكلات البيئية للتكيف على استخدام الاقتصاد الأخضر والحد من مصادر التلوث المختلفة للحفاظ على الصحة العامة. مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، ويهدف إلى توفير المناخ العلمي والكفاءة العالية في استخدام التقنيات الحديثة اللازمة لتطوير صناعات الأدوية والمستحضرات العلاجية. تقديم الدعم العلمي والفني لشركات الأدوية والمستحضرات العلاجية والمواد التشخيصية الناشئة، تقديم الدعم العلمي للباحثين، تطوير ونقل البحوث الخاصة بالمركبات الدوائية الصيدلية والتي تصلح للنقل والتطبيق في الصناعة، مما يساهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر لتوفير المواد الخام وكذلك الأدوية المنتجة بالتقنيات الحديثة في السوق المصري من إنتاج مصانع مصرية. والآن ننتقل إلى معاملنا المركزية التي من ضمن مهامها تلقي عينات مصانع وشركات العملاء، وباعتبار أن عينات العملاء هو أمر غاية في السرية، فإن معاملنا المركزية الداخلية والخارجية تعتمد على ميكنة استقبال العينات من العملاء، ومروراً بتخصيص تحليل العينات من قبل مدير المعامل للأخصائيين الموجودين بالمعامل
دون معرفة الأخصائي ماهية صاحب العينة، وانتهاءً بتوصيل النتائج للعميل من خلال البريد الإلكتروني، إضافة إلى قدرة العميل على متابعة وضع العينات إلكترونياً. وحدة التجارب النصف الصناعية، وهي وحدة لتطوير المنتجات البيوتكنولوجية باستخدام المفاعلات البيوكيميائية، وبالتالي حل الكثير من المشكلات الصناعية كصناعة الدواء والأنزيمات وعلف الأسماك وغيرهم، للانتقال بالأبحاث العلمية والمخرجات البحثية في تلك المجالات من المرحلة المعملية إلى المرحلة الصناعية والتطبيقية للوصول إلى منتج نهائي. نعم، لقد حان وقت العلم والمعرفة، لا سبيل آخر للنهوض بدون المعرفة. وها هي سيرتا تمد يدها للمجتمع وتبادر بدراسة مشكلاته والمساهمة في حلها، أيضاً تفتح المدينة أبوابها لرجال الصناعة لطرح مشكلاتهم. كذلك تمد المدينة يدها لكافة الباحثين ليجدوا في معاملها البيئة الحاضنة لأفكارهم، من أجل أن تتحقق بالفعل مقولة العلم في خدمة المجتمع.